وتحققت ومحدش معطيها أهمية. على سبيل المثال نتكلم الآن على سبيل الفرانشايزز. يعني مين كان يتصور إنه يطلع سلسلة فنادق عربية تنتشر في الوطن العربي؟ يعني هل هذه الظاهرة بدنا نشجعها ولا بدنا نشجعها؟ لا. ثالثا في أشياء الحكومات ما بتستطيعش توقفها، مجال التشبيك الإعلامي والإنترنت والأمور هذه، هذا عالم جديد ما كان موجود قبل ذلك. هذه الوقائع يجب أن نعترف فيها وجودها، وأن نقول بناء على ذلك ما هو التصور الجديد. إحنا إذا بدنا نظلنا عايشين في القوالب القديمة بدون ما نطلع على المستقبل فأعتقد أنه يقينا. لذلك سيدي الحاجة في الميثاق الآن قطعا هي تحسين الوضع الاقتصادي العربي، وأنه هذا التحسين ما بزرش في عالم متكامل بدون ما يكون في تعاون بين الدول، لكن في هنالك مجالات جديدة أصبح التعاون فيها ممكنا، وهذا نعترف فيها نشوف كيف نطورها. ممتاز. فهذا سيد بناء على هذه العموميات، بناء على هذا الذي سنصل إليه من الميثاق، بعد ذلك نستطيع نحدد المحاور الأساسية اللي نركز عليها على الأقل كأولويات. لا. شكرا جزيلا. وانا بقول انه هذا الكلام فعلا يعني اقتراحك والصياغه اللي تفضلت فيها جميله جدا وتلبي طلب معالي، لانه بنقول انت عم بتقول دكتور جواد نفس الكلام استنادا الى العقبات والتحديات اللي هي الموجوده الوضع الحالي طبعا التي تفرضه وسبل مواجهتها في القطاعات المختلفه للوصول الى وضع اقتصادي عربي افضل. انا اعتقد انه هاي جميلة ونعتمدها إذا بتوافقوا كلكم كمبدأ لتعريف ما هو المقصود بالميثاق، والتركيز على أنها هذا هو الهدف فوكس. هلأ نأتي إلى بعد مقدمة شمولية. لا طبعا هم ذاك موضوع آخر، ما احنا ما قد عدة قرارات لا يلغي القرار السابق، لا لا هذا بس فقط لأنه أثير سؤال ما هو الميثاق، فإحنا ردينا على نقطة الميثاق. هذا المقصود في نظرنا بالميثاق اللي هو معايير وليس دراسات تفصيلية وليس تجارب ولا نجاح ولا فشل، هذاك بيكون في الدراسة اللي تعدها اللجنة وتخلص منها إلى المعايير. هذا أنا مفهومي في المعايير، وأنا يعني صغت معايير كثيرة في الأمم المتحدة وغيرها، وفي معايير المحاسبة الدولية أنا صغت أغلبها معايير المحاسبة الدولية. ما كتبناش إنه الوضع هذا يؤدي إلى السرقة ولا إلى الوضع هذا يؤدي إلى الربح، قلنا المعيار هو كذا، خلصنا من السرقة ومن المخالفات إلى صياغة معيار وليس تحليل ولا دراسة ولا تقديم. مختصر يمكن يطلع معنا 10 صفحات يمكن يطلع 50 صفحة ولكن ليس أكثر من ذلك، ويسند مذكرة توضيحية من كل لجنة عن الدراسة التي قامت بها، هذاك موضوع آخر وليس الميثاق. الآن المدة الزمنية كما بس أرد على كل الأسئلة حتى خوفا لأنه بعد شوي ببلش كل واحد بده يمشي عنده ارتباط، خليني أخلص من الأمور الإجرائية. أولا إحنا هل نضع حد لعمل اللجان 31-12؟ نقول تارجت إنه ننتهي ب 31-12، وطبعا هذا الميثاق لن يخرج إلا بالسنتين 14 إذا كنا موفقين، وإنه ما فيش شيء راح يطلع سنة 2013 طبعا. فإذا إحنا نضع عمل للفرق حد أقصى لإنجاز عملها في 2000 في آخر 2013. الآن إذا بس كمان إجرائيا بعدين أنا معكم للصبح ما عندي مشكلة، بس حتى قبل ما نخسر من عنده ارتباط، هل في ملاحظات على تشكيل اللجان كما هي أو اقتراحات لإضافة أي شيء جديد أو تغيير في الأسماء؟ إحنا حاولنا أن نلبي طلب الجميع والاجتهادات. أنا إلي بس تفضل ملاحظة شكلية بس تسمح لي صغيرة، بس تنقل رجال الأعمال لو نخرج من كلمة رجال الأعمال، لأنه إذا أنا بدي أتنقل لا يشملني هذا الموضوع. تنقل البشر هو في أصحاب الأعمال. أصحاب الأعمال أصحاب الأعمال ولا البشر؟ الأشخاص الأعمال يعني باللغة بالWTO الWTO في movement of natural persons. بدك الموفمنت اوف ناتشرال بيرسونز، بس هي محسوبه على الرجال يا سيدي. اوكي طيب اشطب لنا رجال الاعمال. ما بعرف شو المقترح. اصحاب الاعمال اصحاب الاعمال. اوكي اوكي ارباب الاعمال. بس اخلص نقطه بس حتى على اللجان، خليني على اللجان. اوكي دكتور تفضل بعدين. ما عليك احنا طلعنا على رؤساء اللجان
أعضاء اللجان فيهم ناس حزانين. نعم. هل هذا القطاع الخاص؟ أشكرك. لأنه القطاع الخاص شكل ضرورية في هذا الموضوع. هو كلام. صارت علاقات في القطاع الخاص بين شعوب الدول العربية. بتمشوا السياسة، أما السياسة مش ممشي الاقتصاد. ممتاز. أنا إذا سمحتوا لي كان اقتراحي، ولكن عم بسرق الوقت خوفا من أخسركم. الاقتراح هو أن تشكل لكل لجنة، يعين لكل لجنة نائب رئيس، لأنه عندنا مشكلة أيضا في أوقاتكم، كلكم متبرعين وكلكم مشغولين، والحقيقة كل المهمين مشغولين، ما في حدا مهم فاضي، فبالتالي يكون في هنالك نائب لكي لا يتوقف عمل اللجنة في حالة سفر أو غياب الرئيس. هذا واحد. اثنين، لازم يكون لهم قرار. اثنين، احنا جايك خطوة خطوة. الأعضاء، بدي أرد على نقطتك، الأعضاء يجب خلال شهر سبتمبر أن يقوم كل رئيس فريق باختيار أعضاء الفريق. معك شهر لتختار أعضاء فريقك الذي سيعمل معك، إذا بتوافقوا أنه مدة شهر كافية، وأن يكون التركيز أسبوعين سيدي. شكرا. أنا بس بقترح أنتوا صلحوني، أسبوعين لتحديد الأعضاء الفريق مع التركيز على الخبراء وأهل القطاع. يعني إذا جبت واحد مش من أصحاب الاختصاص ما بكون عمل شيء. يجب أن يكون التركيز على الخبراء وأصحاب الاقتطاع. سامحني بس لأنه الأستاذ تمام طلبت قبلك. تفضل. الميكروفون. الميكروفون هو مشان التسجيل حتى ما أحد يقول قلت ما قلتش ولا فلان قال. يترك للجان خلال هذه الأسبوعين أن نحدد أعضاءها وتختار نائب الرئيس والمقرر. ما معقول احنا الاعضاء ما بنعرفه بنجي نقول نائب الرئيس. اعطي مجال لرئيس. موافقين؟ ما عندي مانع. اللجنه عند اكتمالها تنتخب نائب الرئيس والمقرر. زين، عندي سؤال، هل الاعضاء لابد ان يكونوا من الاردن ولا ممكن الان نحن نشتغل اردنيا لكي لا ندخل في دوامه الصراعات. بعد ما نخلص اردنيا وننتج شيء بنقدمه عربيا. خلينا الان كله اردنيا. أردن. لا خلينا عفوا ستي. لا بس أنا بدي على أعضاء اللجان في الاجتماع اللي كان فيه سمو الأمير، كان فيه ناس كتير وخذولي فيه منهم خبرات. هل إحنا نركز يكونوا أعضاء اللجان من اللي هم أعضاء المنتدى؟ مش شرط. أي شخص يصلح يمكن أن يكون عضو. هو قد يكون إحنا كنا بنعمل هون عمل تطوع، قد يكون شخص خارج. طبعاً 100%. ولا كان والله مشتغلش ببلاش. يعني لا إحنا ما عندنا بجت. اللي ما بيشتغل ببلاش شكراً بلاش. شكراً لأنه ما عندنا ميزانية نصرف على ذلك. إحنا نريد أن أيضاً أن نخلق فلسفة العمل التطوعي. اللي موجودين هون متطوعين، واللي بيشتغلوا معنا متطوعين. ونريد هذه الفلسفة، ثقافة التطوع، واللي ما عنده إمكانية أو ما بحب الله يسهل عليه. بدون حمل سلاح. بدون حمل سلاح. طيب خلنا نخلص النقاط اللي على الجدول. الميكروفون الله يرضى عليك. العدد. عدد أعضاء اللجان. يعني الحد الأدنى والحد الأعلى. ما بعرف بدكم بتحبوا تحددوا حد أدنى وحد أعلى؟ ما عندي مشكلة. نجيب 10 نجيب 15 ولا 6 ولا 7 ولا. لا نعم سؤال. هذا سؤال مطروح. تترك للجان. توضيح مهمة اللجنة. قلنا حنكتبها. أخذنا قرار أن اللجنة الرباعية ستكتب توصيف لمهام اللجان. اللجنة الرباعية. لذلك لا يمكن تشكيل اللجان قبل تحديد مهماتها. نعم. فإذا سمحتوا لي معلش حتى مش بس لنخلص بقرارات. أنا مشكلتي إنه جاي من البزنس، أنا رجل بزنس من نسميه الرات ريس.